ما نحضروا بطلب الحليب او جوهره كتجي رائعه رائعه. ما تصوروش كتجي في الشكل ولا في المذاق. هنا عندي ورقه البصله وعندي هنا الزبده مذوبه مع شويه ديال الزيت. غناخذ جوج ورقات وندهن ما بين كل ورقه بالزبده. انا اختارت هاد لا فورم هذه ديال المول، ممكن ديروها دائريه وعلى حساب المول اللي عندكم. انا غير باش يجي الديكور ديالها زوين فغنقطع باش يجيو فرديين. هنا عندي طاوة ديال الفران فيها بابي كويسون، فأنا نحاول ندير ثلاثة من هاد الشكل. ورقة البسطيلة غنعاود ندهنهم بالزبدة من الفوق. وبالنسبه للدائريين هانتوما كتشوفوا الشكل ديالهم كي كيجي، يعني جوج ورقات ودرت هنايا ثلاثه ديال الدوائر. غنوضع فوق منهم باش نطيبهم بابي كويسون. الا عندكم شي طاوه اخرى باش تثبتوهم من الفوق غيكون احسن. ونضعهم يطيبوا في الفران على درجه 150، وكل مره نشوف واش تحمروا تنحصلوا على داك اللون الذهبي ديال الورقه. انا اخواتي نحضر لاكريم اللي غادي ندير لهذوك البسطيلات بالحليب. عندي معلقه ديال الرز ديال المايزينا، عندي جوج معالق ديال دقيق الرز، وممكن تعوضهم بنشاي الا ما كانش متوفر عندكم. انا خديت غير الرز وطحنته مزيان. وعندي ثلاثه ديال المعالق كبار ديال السكر بودره، بالنسبه لهاد المعالق كلهم كبار. غادي نوضع النشا كذلك دقيق الرز سكر بودرة، وغنوضع شوية ديال ما زهر. هنا عندي نصف لتر من الحليب، نخلطهم مزيان صافي. وغنحولهم الكاسرونة وغنديرهم فوق النار تيتكتف ليا هاد الخليط. نضيف ما تبقى من الحليب صافي فوق النار، نبقى مستقل مرة في التحرك، نبقى نحرك حتى نحصل على اون كريم اللي متكتفة. ملي نكون وضعت الحليب فوق النار نبقى مستمرة في التحرك طبيعة الحال بحال غنحضر اون كريم باتيسيغ تنشوفو الخليط بدا كيتكتف عندنا مزيان. بعد ما بردت لاكريم انا غطيت على بابي فيلم، خديتها هنا وضعتها في جيب بحال هاني. غنقطع وغنحط شويه بلا ما نعمرهم بزاف، وخص ضروري لاكريم تكون بارده. هنا عندي اللوز بعد ما قليته هرمشته على هذا الشكل. كنوزعو على كل شكل
كنعاود ثاني نضيف طبقه اخرى. بالنسبه للورقه الا ما وضعتوش فوق منها البابي كويسون راه كتجي بحال هذا الشكل، ما كتبقاش شاده لينا هاد لا فورم، تجي بلات. فمن الاحسن نفرشوا لها بابي كويسون. وحتى ملي نبغيو نجيو ندريسيوها يعني في اخر لحظه باش ما تبردش لينا الورقه تبقى كروستيونت. وغادي نعاود نزيد كوش ديال اللوز. وهذه هي الطبقة الأخيرة. وهذه اخواتي هي البسطيله بالحليب او جوهره، كنقدمها لكم في ابهى حله، زينتها بالويزات من الفوق. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما تنسونيش من اللايك ومن التشجيعات ديالكم والتعاليق الجميله، والى فيديو مقبل بحول الله.